شددت وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة التوصل إلى هدن إنسانية جديدة للإفراج عن الرهائن وإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ما زالت متمسكة بأن حل الدولتين يصب لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين في ذات الوقت، وطالبت واشنطن إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة رفضها أطروحة إعادة احتلال غزة من قبل الجيش الإسرائيلي. جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفض موسكو للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والتي تتسبب في معاناة المدنيين. شدد لافروف على رفض بلاده لأي تسوية في الشرق الأوسط لا تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة، متهما الولايات المتحدة برفضها منذ فترة طويلة العمل في إطار الرباعية الدولية بشأن الشرق الأوسط. جدد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. طالب البابا بإطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن تسعى جميع الأطراف للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. siano liberati gli ostaggi e garantiti gli aiuti umanitari.